سلام على الدنيا إذا لم يكن بها وصال. وصال الحياة وصال. مساكم الله بالخير كل من قاعد يسمعنا الحين على مارينا اف ام وقاعد يشوفنا على مارينا تي في او او اس ان 151 او اللي قاعد يتابعنا على اللايف ستريمينج باليوتيوب، يا هلا فيك في برنامج وصال. برنامج وصال اللي راح يكون ياكم برمضان كل يوم ما عدا يوم الجمعه من الوحدة لثنتين، ناخذكم في جولة جميلة روحانية بين الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية والإنسانية. هذا البرنامج في موسمه الثاني حرص انه يطلع المزيد من الفرق. السنه اللي طافت طلعنا مجموعه كبيره والحمد لله، الحمد لله على الشيء اللي سويناه السنه اللي طافت. فاليوم حرصنا بهالشهر ان نرد نكمل المسيره وما توقف بموسم واحد. فالموسم الثاني في وصال بلش وياكم من امس، الحلقه الاولى كانت، واليوم الحلقه الثانيه، وراح نكون وياكم ان شاء الله طول شهر رمضان المبارك. وهذه دعوة أبي أوجهها صراحة حق الفرق التطوعية والمبادرات الشبابية والجمعيات الخيرية، إن حياكم ويانا بالمارينا في برنامج وصال، المكان يسع الجميع إن شاء الله. بالعكس، إحنا وجد البرنامج وخلق البرنامج عشان نعطي الدعم الإعلامي كامل لكم لأنكم تستاهلون، ولازم نكون إيد بإيد كالبنيان حتى نصل إلى إنجاز واحد يرتقي بهذا المجتمع. اليوم ضيفنا راح يكون إن شاء الله الأستاذ بدر الفضلي أبو ناصر، رئيس فريق خطوة أولى، وراح نسولف وياه شنو خطوة أولى. يمكن الناس من نقول خطوة أولى راح تربطها بالرياضة، فخلنا نشوف الفريق بعد شوي هل هو فعلا مرتبط بالرياضة ولا لا أنشطة أكثر. إحنا راح نطلع بريك، تسمعون في شيء رمضاني ونرد نكمل مع أبو ناصر. خلكم ويانا في وصال. وصال مكمل وياكم إن شاء الله خلال الساعة الجاية كاملة للساعة 2. ما أدري إذا الناس بلشت تطلع من الدوامات، أتوقع الناس تطلع من الدوامات الساعة 2، فاللي قاعد يشوفنا الحين أو بالسيارة قاعد يسمعنا على مارينا أف أم، إحنا راح نكون وياكم إن شاء الله خلال الساعة الجاية مع بدر الفضلي رئيس فريق خطوة أولى. هو فريق تطوعي لكن راح نعرف هل هو فعلا مرتبط بالرياضة ولا لا جوانب تطوعية ثانية. مساء الخير بدر. مساء النور، على حياك الله. شلونك؟ الحمد لله بخير. الله يسلمك، شو اخبارك؟ الحمد لله فضل الله. شلون بدايه رمضان؟ الحمد لله تمام ان شاء الله زينه. زين، خطوه اولى، قبل لا نروح على مفهوم التطوع بس ابي تعريف الفريق، هل هو فعلا رياضي؟ لا، هو مو فريق رياضي، هو في جانب احد جوانب الرياضه يعني، بس هو بشكل عام اسمه فريق الخطوه الاولى للوقايه من الامراض. الخطوة الأولى من الوقاية من الأمراض. الوقاية من الأمراض، وأنت عارف اليوم الرياضة هي السلاح الأول لمحاربة كافة الأمراض. أوكي، قبل أن نسولف على الفريق الخرد على مفهوم التطوع، أنا يهمني كل ضيف يعني أقابله بالبرنامج أشوف البعد ماله. تدري إحنا بالنهاية التعريفات مالت المصطلحات مثل التطوع ولا العطاء قد تكون مختلفة من شخص لشخص، كل واحد يشوفها بناء على تجربته وخبرته وقصته أصلا بالعمل التطوعي. فبدر الفضلي شلون يعرف التطوع؟ والله التطوع هو التطوع حياة أنا بالنسبة لي يعني، يعني التطوع هو جزء من حياتك يعني. أنت مثلا يعني أنت مثلا دراسة عندك جزء، العمل عندك جزء، يمكن يعني أنا بالنسبة لي التطوع جزء من أجزاء حياتي يعني. التطوع ينقل يعني ينقل حياتك من إلى يعني، حتى مفاهيم الحياة تغير عندك يعني، وايد تغير عندك يعني. يمكن مو عارف أوصل لك النقطة، بس يعني أنا بشكل عام أتكلم عن شخصي، التطوع غير حياتي وايد يعني. لذلك أنا أقول إن التطوع ياريت يعني ياريت يدرس عندنا في المنهج الدراسي يعني. تقترح إنه يكون في منهج دراسي بالمدارس مثلا؟ يعني يقال إنه في اليابان في منهج دراسي، يقال الله أعلم عاد إذا كان الكلام صحيح أو كان وايد راح يكون مفيد حق الطلبة. وايد مفيد، حتى اللي ما يتجه حق الأعمال التطوعية راح يفهم الأعمال التطوعية هذا، راح يقدر الأعمال التطوعية هذه، راح يعني ممكن حياته يعني تغير 180 درجة يعني. زين، تغيير الحياة اللي قاعد تتكلم فيه أبو ناصر
ما من الممكن ان الانسان يكسبه من اماكن ثانيه من العمل؟ ممكن، يعني افتراضا اللغه الانجليزيه، انت لما تدرسها ولما تكسبها من خلال عملك او فرصه عملك او فرصه حياتك او في السفر، انت راح تصقل الاثنين مع بعض يعني. فانت لما 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 انت يعني تدرس العمل التطوعي بالاضافه الى ان حياتك في جانب الحياه تتعلمه، راح يكون وايد وايد زين. لكن احنا في عندنا مثلا كدراسة وايد مواد درسناها، احنا نقول بعض المرات تفكر تقول ايش حق درسناها، صح ما احتاجها مثلا، ما احتاجها يعني صح. في الحياة، لكن هي لا ضرورية لابد، هذا اساس يعني، تبطل لك بعد نظر ممكن وايد. في ابعاد أفاق. وايد افاق، تبطل لك افاق وايد لقدام يعني. صح. انزين، مجالات التطوع متعددة، يمكن الواحد يرأس فريق إداري، يعني يكون كوظيفة إداري، ممكن لا والله يكون قائد فريق ويدش بالميدان وياهم ويعمل وياهم في كل صغيرة وكبيرة، وممكن يكون مصور يعمل في مجال العطاء والتطوع في جانب معين، ممكن يكون منشد، ممكن يكون إعلامي، ممكن أنواع التطوع وايد. أنت في أي شكل من أشكال التطوع لقيت نفسك أكثر كبدر؟ والله شوف أنا يعني هو شوف التطوع بالنسبة حق التطوع، أنا أقول دائما هم المتطوعين دائما هم قادة يعني. المتطوع ما يحتاج قائد، هو أساسا قائد ما دام هو أقدم يعني وأخذ من وقته وأخذ من جهده وأخذ حتى من ماله وتطوع، هو يعتبر قائد. يمكن في هو عنده مثلا، في ناس يبرز مثلا في العمل الإداري، في ناس يبرز في العمل التنفيذي في الساحة، في ناس يبرز مثلا في التصوير في السوشيال ميديا سنوات الأخيرة، صح. مثلا في ناس في أمور عدة يعني، شنو هو مثلا حاب أو هو مثلا متطور فيه أو مجال عمله حتى إذا كان عنده خبرة فيه ممكن يتجي فيه حق التطوع. هو يعتبر فريق يعني، فريق متكامل يعني، كل واحد شنو عنده، شنو حاب انت تكون انت، والله انا حاب مثلا بمسك التصوير، والله انا حاب امسك التنظيم الاداري، والله انا حاب امسك مثلا الميداني، والله انا حاب. فهي يعني عمليه تنظيميه يعني، لابد من التنظيم. جميل جميل. بالنسبه لي انا شخصيا يعني الحياه هي يعني ما ادري ايش اقول لك، بس يعني صارت لي أحداث في حياتي غيرت حياتي يعني، غيرت حياتي خلتني أتجه للعمل التطوعي، وتحديدا يعني تحديدا اهتميت وايد في قضية الله يبعد عن الجميع مرضى السرطان يعني، آمين أو أبطال السرطان مثل ما بناصر. إذا تسمح لي حبيبي. نقدر نعرف شنو اللي صار ولا صعب؟ لا عادي نعرف، لا ما في مشكلة، هو مو سر أو غلط أو عيب، لا استغفر الله ربي، هي أحداث صارت في الحياة يعني. يعني أنا أولاً ما كنت مهتم في العمل التطوعي، ولا كنت يعني معطيه بال ولا معطيه اهتمام، حتى يمكن عشان أكون صريح يمكن بعض المرات أقول إن هذين الناس فاضيين يعني، اللي يروح حق العمل التطوعي هذا إنسان أو قاعد يضيعون وقتهم، قاعد يضيع وقته على الفاضي، هذا إنسان فاضي ما عنده شيء، أنا مكان أروح تطوع، لا أروح الديوانية، أروح مخيم، أروح ال الكافيه. اللي صار أبوي الله يرحمه، صار في كانسر، مرض السرطان. لا إله إلا الله. إيه. فالظروف خدمتني إن أنا أسافر مع العلاج. يعني هي من الله سبحانه وتعالى. يعني الظروف كنت أنا الظروف يعني بالظروف ما هي أكثر واحد من إخواني أنا أسافر معه. فسافرت مع العلاج، وبعدين لما رد الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. الله يرحمه برحمته. بعدها يمكن بسنتين صار مع أختي سرطان نفس الشيء. والله سبحانه وتعالى أخذ أمانته. لا إله. بعدها طقة ثالثة كانت في زوجتي الله يرحمها. لا إله إلا الله. نفس الشيء. فصار عندي يعني صار عندي شوي إن أنا أتجه حق الـ بعد هالظروف اللي صارت والأحداث اللي صارت غيرت مجرى الحياة يعني، غيرت حتى يعني شكل صريح معك بالنسبة لي الحياة تافهة يعني، معلش على اللفظ يعني. يعني احنا قاعدين نزعل، قاعدين نتأثر، قاعدين بعض المرات انت تزعل يمكن والله فلان ما عزمني او فلان ما كلمني او فلان ما سأل علي او فلان والله سافر وما قال لي او فلان، امور وايد في حياتنا الشخصية يعني قاعد تصير احنا كمجتمع. لكن لو تقارنها في، انا ما بقول لك لو تروح المستشفى الحين تزور المستشفى تلاقي مريض على السرير، يمكن انت تقعد اليوم في على السفره بالفطور بين اخوانك وبين اهلك، الله يحفظكم ويحفظ الجميع ويحفظ جميع من يسمع ان شاء الله يا رب. يمكن انت تتذمر تقول والله اليوم الشوربه مالحه، والله اليوم ما اعرف ايش، والله اليوم فلان مايه من اخواني او من خواتي ولا شيء. لكن مقابل في انسان في المريض يتمنى ربع القعده اللي انت قاعدها، صدقت يتمنى ربع القعده، يتمنى
الشيء اللي انت مثلا اليوم تذمرت على شيء من الطباخ مثلا على الفطور ولا شيء قلت مالع او ماسخ او فالدنيا ما يعني بالنسبه لي الدنيا ما تسوى يعني باختصار يعني. يعني الصراحه فاجأتني انا ما كنت عارف صراحه السبب اللي خلاك تدخل في المجال التطوعي بالذات في تأسيس أو حتى فكرة الخطوة الأولى لمعالجة الأمراض. عسى الله يكافينا ويكافيكم الشر يا رب، عسى الله يرحم كل من فقدت يا رب ويعوضك برؤيتهم بالجنة يا رب. اللهم يا رب يا رب. احنا طبعا راح نعرف أكثر مع بدر الفضلي بعد شوي في موضوع التطوع وحتى الفريق اللي أسسه فريق خطوة أولى وشنو الأنشطة اللي قاعد يسوونها إن كانت برمضان ولا على مدار السنة. لكن الشيء بالشيء يذكر يعني ما عندي مشكلة أن نبطل باب الاتصالات اللي وده يشارك ويانا في مفهوم التطوع اليوم في برنامج وصال على 22 20 90 4 22 20 90 4. دقوا علينا وقولوا لنا كل واحد يقول اسمه ويقول مفهوم التطوع من وجهة نظره، لأن هذا يعني الموضوع ما في تعريف صريح يقولك هذا التطوع، لأن كل واحد يشوف التطوع بناء على القصة اللي عاشها والتجربة مالته. فالباب مفتوح اللي وده يشارك ويانا على 22 20 90 4، وصار موجود وياكم إن شاء الله خلال الساعة القادمة كلها. إنزين، كنت أنت قلت اللي خلاك بناصر تأخذ الخطوة الأولى وتتطوع، لكن بعد التطوع بعد ما مارست وجربت بدر تغير صح؟ والله إن شاء الله الأفضل إن شاء الله يا رب. اللي حولك تشوفهم عقب ما يمارسون التطوع إيش كثير يتغيرون؟ وايد أمور في حياتهم التغير. يعني تلاقي مثلا إحنا عندنا متطوعين في البداية لما يتطوع معنا كمثال مثلا عصبي أو مثلا مندفع أو مثلا يعني ردة فعله شوي سريعة. من خلال التطوع هذه الأمور كلها تروح، يعني لأن التطوع أنت لما تتطوع نشوف أنت لما تعمل تنطر مقابل، يعني صح. أنت اليوم في العمل تنطر راتب، تنطر مقابل، تنطر سواء عمل خاص أو عمل حكومي أو حتى بزنس برا، يعني صح. تنطر شيء مقابل، أنت قاعد تتعب وتروح وتأخذ من وقتك. لكن المتطوع ما ينطر الشيء هذا، ما ينطر فلوس. هو مو يا عشان أنت يمكن بعض المرات في ناس قاعد يشتغلون مجبورين في عملهم، يمكن مو حاب عمله لكن مجبور يبي يعيش، عرفت؟ لكن المتطوع لا، هو جاي من تلقاء نفسه، يعني هو جاي يخدم، هو جاي. فهذا سريع يتعلم، سريع يتخطى العيوب اللي عنده، سريع يستفيد، يعني لأنه هو حاب بشيء هذا. أنت يعني لاحظ أكثر المبدعين عندنا في عملهم هو حاب عمله. صح. الإنسان اللي ما يحب عمله تلاقيه ما يبدع، ممكن يؤدي الدور اللي عليه ويمشي مع السلامة. بس المتطوع لا، هو جاي من نفسه. بس عندنا مشكلة بسيطة، مفهوم التطوع في ناس للأسف يعني مو عارفين التطوع، يعني هو عباله حاط في باله أن المفهوم القديم أن أنا عندي وقت فراغ أروح أقضي في التطوع. لا لا، العملية مو كذي. العملية أنت لازم تأخذ من وقتك، يعني من في سواء في اليوم أو في الشهر أو في الأسبوع أخذ من وقتي وأخليه حق التطوع. مو اليوم ما في أحد فاضي، يعني اليوم سالفة إنه والحياة الدنيا وايد أصلاً. أيوة الحياة يعني صارت وايد، يعني صح. مشاقل وايد، أمور وايد، ترتيبات وايد. فأنا أقول المتطوع لازم يأخذ من وقته ويخليه حق التطوع، مو سالفة إنه أنا والله في أوقات الفراغ. في أوقات الفراغ والله افتراضاً، أوكي افتراضاً إن إحنا عندنا اليوم فعالية، عندنا أمور ترتيب، في عندنا مثلاً حملة توعوية. طب أنا يعني اليوم مثلا والله ما لي خلق ما أروح، لا ما يصير. أو أن أنا والله انشغلت مع ربعي أو مع أهلي لا ما أروح، لا لا لا، هذا مثل العمل يعني. خلاص أنا اليوم عطيت موعد أنه مثلا عندنا من الساعة 4 إلى الساعة 6 كمثال، خلاص أنا فرغ نفسي من 4 إلى 6 عندي عمل، هذا مجبر أن أنا أسوي. فعلى انشغالي بأمور وملهيات الحياة اللي أنا أجبر نفسي أني أترك وقت أو مو أترك، أقص من وقتي وخليه للعمل التطوعي. هني راح تحس بلذة العطاء اللي الناس قاعد تتكلم عنها. يمكن اللي ما جرب العمل التطوعي، خلنا أعطيك بس يعني نبذة عن الموضوع. لما أي واحد يقول لك تطوع معناته قاعد يقول لك استمتع، بس صعب تحس بهذا الاستمتاع إلا لما تجرب. فأنت لازم تجرب. احنا في الاعمال التطوعيه بعض المرات يعني يكون عليك تعب، يكون عليك ضغط نفسي، يكون عليك بعض الامور، يعني تبينك وبين نفسك تقول انا ان شاء الله يابني او ليش الضغط النفسي. بس تخيل لما تخلص الفعاليه ولما يخلص العمل هذا انت تروح في بيتك في قمه السعاده،
يعني أنت رايح مسوي إنجاز كبير يعني. يمكن يرى الناس يقول لك والله أنت مو مسوي شيء، لكن في النهاية ما لي شغل في الناس، أنا مستمتع، أنا سويت شيء، خدمت عمر وخدمت الأخ وخدمت ما أعرف إيش، خدمت المجتمع في قضية معينة مثل قضية توعية أو قضية إنسانية أو قضية مثلا قضية عطاء أو يعني أسر محتاجة أو شيء يعني من الأمور الإنسانية مثلا، خلاص أنا مستمتع، أنا مستمتع يعني. أنا في واحد يعني في مرة واحد من الشباب قال لي أنت شنو قاعد تسوي، شنو قاعد تستفيد من العمل التطوعي؟ قلت له والله أنا مستفيد يعني. قال شنو الفائدة المادية؟ قلت له ما في فائدة مادية، أنا قاعد نبذ يعني. قال لي قاعد تتعب وقاعد تروح وقاعد قلت له بعض المرات إحنا نقط من مخابيننا يعني. قلت له بس أنت شنو تستانس اللي فيه؟ يقول أنا استانس لما سافر. قلت له أنا استانس في العمل التطوعي. فهي العملية مختلفة يعني، أنت مستانس في الشيء هذا، أنت لا تنظر نفسي أنا قبل كنت أنظر حق عمل تطوعي يعني ناس فاضي، هي غلط. فأنا قاعد أقول أنت شوف الإنسان شنو مستمتع فيه، لا يعني لا تقول له والله أنت لا هذا الشيء أنت يمكن ما يهمك، لكن أنا يهمني، أنا مستمتع في الشيء هذا، خلني مستمتع فيه. لا هو قاعد أستمتع بشيء مفيد لي وحق غيري وحق غيري وحق مثل فريق خطوة أولى لعلاج الأمراض. أنت مو بس قاعد تروح تتطوع، أنت قاعد تروح تتطوع لنشر توعية ثقافة اللي هي يعني شون نقولها يعني. هو فريق خطوة أولى لي هو شوف فريق الخطوة الأولى إحنا عندنا يعني مثلا خلينا أقول لك على شيء. قول لي. إحنا إذا احتجنا دكاترة بعض المرات نسوي محاضرات، بعض المرات نسوي حملات. إذا احتجنا دكاترة الأخوان في وزارة الصحة ما يقصرون يعني، سواء ككتاب نوجه لهم أو مثلا كعلاقات شخصية إحنا. بس في جوانب نفسية وايد إحنا نهتم فيها يعني، إحنا كفريق تطوعي يعني. كمثال اليوم عندنا مثلا في ناس وايد على أسرة مرضى سرطان، الله يشافي الجميع، آمين يا رب. إحنا شنو نسوي؟ بعض المرات نأخذ المتعافين يزورون المرضى اللي حاليين. فهذه مو شغلة طبية بس، هذه شغلة نفسية. وايد مهمة يعني، وايد وايد مهمة من واقع تجارب يعني. الـ 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 المتشافي أو المتعافي لما يروح حق مريض يقول له في يوم من الأيام أنا كنت في المكان هذا، في السرير هذا، أنا كنت نفس حالتك، أنا كنت يمكن واصل مرحلة أكثر من حالتك، لكن شوفني حاليا عايش حياتي طبيعي. مثلاً بعض الخوات مثلاً تقول لها تشوفيني أنا قاعد أسافر وقاعد أروح وقاعد أداوم وقاعد أرس عيالي وقاعد أروح أتسوق وقاعد أروح حفلة عرسة واستقبال أو شيء، مارس حياتي طبيعية يعني كامرأة يعني أو كرجل يعني. فهني النفسية وايد تفرق. عامل النفسي أنت عارف يمكن يقال أن العامل النفسي نصف الشفاء يعني أو نصف العلاج يعني. فهذه الأمور وايد وايد مهمه يعني. هذه احنا يعني اخذنا فيها شوي يعني، اهتمينا فيها وايد يعني. عمليه يعني احنا عندنا مثلا في شهر عشرة شهر التوعيه في سرطان الثدي على مستوى العالم كله يعني. احنا يعني من 2016 احنا فريق الخطوه الاولى الفريق الاول اللي بادر في سياسه ان الناجيات من السرطان او المتعافيات من السرطان يطلعون في مواقع التواصل، يطلعون بالفعاليات، يطلعون في السوشيال ميديا، يطلعون في الوسائل الاعلاميه بشكل عام، يتكلمون عن تجربتهم عشان لا يلتبس الامر، يتكلمون عن تجربتهم الشخصيه مش الطبيه. لان الطب هذا احنا مو اختصاصنا، الطب عند الاخوه الدكاتره الله يطيب العافيه، لكن احنا اهتمينا في الجانب. اليوم لقينا ان الجانب التوعوي من خلال التجارب الناس تهتم فيه اكثر من الجانب العلمي يعني. اليوم انت لو مع احترامي لكل الدكاتره يعني، لو تحط انسان اكاديمي او انسان علمي او كدكتور مثلا طبي يتكلم عن شيء علمي، الناس ما تبي تسمع، الناس تبي تسمع صاحب التجربة. اللي يقولون اسأل مجرب ولا تسأل دكتور. لا تسأل دكتور. فصاحب التجربة لقيناها في مرضى الخوات المتعافيات، الإخوان المتعافين، لما يتكلمون عن تجربتهم يعني. إحنا عندنا حملة في شهر عشرة يعني سنويا قاعد نطلع بنسبة كبيرة، في بعض الخوات يروحون يفحصون يعني من خلال بس تجارب. والخوات كانوا يطلعون يعني في محاضرات مثلا في الجامعات، في الكليات، في بعض الشركات الكبيرة، في بعض الأماكن العامة يعني، في بعض المولات يعني. هذه من واقع التجربة يعني. وممكن التوعية هذه يعني ما أبالغ إذا قلت إنها راح تنقذ نفس إنسان. والله أنا قلت لك شوف، ما دام يعني ما دام شهر يعني، إحنا مثلا كشهر عشرة
ما دام عندنا مجموعة تروح تسوي فحص احنا معناها انجزنا يعني. لان احنا يهمنا وايد الفحص يعني. اليوم السلاح الاول لمرض السرطان هو الفحص وممارسة الحياة الصحية في الرياضة والاكل الصحي صادق. احنا طبعا راح نكمل مع ابو ناصر بدر الفضلي رئيس فريق خطوة اولى وراح نسولف فيها اكثر عن الفريق بعد شوي. احنا يمكن خذينا وقت طويل في مفهوم التطوع وعلاقة بدر بالتطوع وليش دخل التطوع، لكن هذا راح يخليه يعني نعرف ليش اصلا يعني صار فريق خطوة اولى مثل ما قالوها قبل شوي، ونعرف هم شنو الفعاليات اللي قاعد يسوونها بالذات بالايام هذه. لكن راح نطلع بريك ونكمل وياكم في وصال. ولا ما أعتقد أنه من المنطقي أن الواحد يحكر أشكال العطاء في شكل واحد. العطاء اليوم مو مجرد وجبة تقدم إلى محتاج، العطاء اليوم مو نوع خاص من أنواع العطاء، لا لا لا، العطاء مفتوح، العطاء ممكن يكون بأشكال متنوعة، راح نسولف أكثر بعد شوي. لكن مع ضيفنا اليوم بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى. بدر، الفريق اللي توه تكلمت فيه أكيد عندكم فعاليات وايد، لكن يعني أبرز الفعاليات اللي قاعد تسوونها بهالفترة برمضان تحديدا؟ حاليا يعني عندنا حاليا حملة أو برنامج اسمه انقص وزنك للسنة السادسة على التوالي قاعد نقيمه بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة. فكرة البرنامج أو يعني احنا نسجل الاسماء وناخذ بياناتهم وناخذ اوزانهم. ممتاز. وفي نهايه وفي كل يوم يكون في تمرين حق الرجال والنساء، اللي حاب يشارك في التمرين او اللي حاب يتمرن برا براحته يعني. ممتاز. اخر ثلاثة ايام في رمضان اللي هو يوم 27 28 29 ناخذ اوزانهم ثاني مره. واللي ينزل اكثر وزن لهم جوائز مقدمه من الهيئه العامه للرياضه يعني. وبعد بعد العيد اذا الله سبحانه وتعالى اعطانا اعطاكم عمر نسوي لهم حفل تكريم ولهم جوائز ماديه وعينيه من بعض الرعاه ومن الهيئه العامه للرياضه. الاخوان مشكورين يعني. ممتاز. زين، الشيء بالشيء يذكر، بدر، في شخصيه بالعمل التطوعي اثرت فيك بالعمل التطوعي؟ والله يمكن انا معالي العسعوسي، اي الله يحفظه، يمكن بعد الشيخ عبد الرحمن الاسماعيلي الله يرحمه ورحمته، يعني في اسماء ما يمكن مات الذاكره شوي. معالي ابو ناصر من الشخصيات الجميله الغريبه. انا معالي ليش؟ لان هي كانت اجتهاد شخصي يعني، ما صح. كان عندها يعني ما كان عندها دعم تحت منظمه، ايوه، ما كانت تحت منظمه او جهه رسميه او جهه حتى انسانيه. بدايتها كانت هي اجتهاد، واختارت الـ 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 اختارت المكان الصح يعني، اختارت في اليمن، اخواننا في اليمن يعني. صح. فكان لها حتى قبل الازمه اليمنيه يعني، هي راحت قبل الازمه اليمنيه. فكان لها يعني لو تقرون في سيرتها في التطوع عمل جبار يعني اللي قامت فيه معالي قبل لا يعني، يمكن لها اعتقد لها تعاون حاليا مع بعض الجمعيات الخيريه. صح. الانسانيه. بس انا اتكلم يعني قبل دعمها حق يعني كان اجتهاد شخصي من عندها. الانسان اللي هو الانسان اللي يجتهد شخصي يعني هذا ما تكون عنده عوامل تساعده يعني وايد، عكس الانسان اللي مثلا الله سبحانه وتعالى سخر له جمعيات او ناس او شيء. فهذا انا شوي اميل حق الجانب المجتهد الشخصي يعني. معالي العسوسي يعني نمسي عليها بالخير ونقول لك هنيالك بالحياه اللي انت عايشتها، تركت ملذات الدنيا وراحت للتطوع اللي سوته مو اي انسان يقدر انه يسوي. احنا خذيناها اعتقد هي بعد يمكن قدمت استقالتها واخذت فلوسها. صح. يا زين. صح. فلوسها. صح. يعني خلاص. حر مالها وراحت قدمتها هناك في اليمن واشتغلت. بناصر احنا خذيناها السنه اللي طافت في وصال الموسم الاول، كانت تحديدا باليمن، خذيناها سكايبي ما شاء الله، وكانت قاعد تقول لنا عن الاحداث اللي قاعد تشوفها بعينها هناك برمضان في ظل ازمه كورونا. هي عايشه قاعده هناك عشان تساعد المحتاجين من اخواننا اليمنيين. لا معالي نرفع لها يعني على قولتهم القبعه يعني، انسانه. وانا اقول يعني لما الحين ما عطوها حقها يعني.
ولا رح يعني مهما اجتمعوا الناس انه يعطونا حقها، هذا العطاء اللي هي قاعد تقدمه ما له قيمه، ما له ثمن. الله يهنيها، بس هذا اللي الواحد يقدر يقوله. اي والله، والامثله متعدده ومتنوعه، وهذا لهذا وجد وصال اليوم حتى نطرح الامثله مثل الاستاذ بدر ولا الاستاذه معالي. وبالعكس الفرصه موجوده للجميع، واكرر الدعوه واقول لكل فريق تطوعي ومبادره شبابيه وجمعيه خيريه عندك طرح ودك انك تقدمه في وصال، ابرك الساعات مارينا فم ومارينا تي في موجوده وخلقت برنامج وصال حتى تكون منصه ومساحه يلقي الواحد فيها ما يريد. هذه المساحه صراحة الواحد يحتاجها برمضان، لأن رمضان سبحان الله الجو العام، الجو الإيماني، الجو الإنساني اللي حوش الجميع، يعني ودنا أنه يكون صراحة طول السنة، لكن الحمد لله إن شاء الله إن شاء الله. زين، أبرز مشاركاتكم، يمكن أنتوا عندكم أنشطة مجتمعية وفي مشاركات مع مؤسسات صح؟ هو عندنا طبيعي في مع مؤسسات خاصة ومؤسسات يعني عامة وجهات حكومية ومبرات، ويعني عندنا الحمد لله رب، يعني عندنا بعد يعني راح يكون في قرقعان صحي يعني السنة هذا، راح نستضيف في الأطفال مرضى السرطان والمتشافيين والمتشافيات من مرضى السرطان الكبار والصغار، راح نستضيفهم إن شاء الله في قرقعان صحي. قرقعان صحي؟ اي نعم قرقعان صحي. نقدر ناخذ يعني شويه كذي اسرار بالقرقعان الصحي يعني. لا لا عادي، فكره القرقعان الصحي احنا مشكلتنا في لو تحصل القرقعان كله تبطله كله سويت وسكريات لا وسكريات احنا لا، بناء على توجيهات الاخوان في يعني الاخوان الدكاتره المهتمين في التغذيه، لا يقولون ان كميه المكسرات اللي يحتاجها الانسان حق جسمه يوميا تقريبا هو كبر كف الإيد يعني الصم، صح نسميها صح الصم إحنا زين، فهذه إحنا حطيناها بشيس بس تكون يعني تكون نية مو محمصة، أي ومعها قطعة مثلا فواكه مجففة أو أبسط شيء اللي هو الكاكاو الدارك يعني بس هذه قرقعان صحي، قرقعان بس صحي إيه ما يكون كله كاكاوات وشوكولاتة، وراح يكون إن شاء الله حق منه مثل ما قلت والله هذا راح يكون حق للجميع، بس راح نهتم شوي في أطفال السرطان وفي مرضى السرطان والمتعافين والمتشافين. يمكن بناصر بالبريك كنت تسولف وياي تقول لي على موضوع اللي هو التكريم السنوي. احنا التكريم السنوي احنا سنويا نقيم حملة، يعني الحملة هذه يعني بالتوعية عن مرض سرطان الثدي، بس في نهاية الحملة هي تشمل عدة محاضرات وعدة فعاليات، يعني محاضرات توعية نستضيف فيها دكاترة، نستضيف فيها بعض الخوات يتكلموا عن تجربتهم ويعلمون الدكاترة يعلمون النساء كيفية الفحص الذاتي أو وين تروح أو إذا حست في شيء ولا شيء، يعني توعية بشكل عام. وتشمل الحملة نفسها تشمل بعض الأنشطة الرياضية. في نهاية الحملة احنا نكرم تقريبا 30 ناجية من السرطان، نختار 4 أو 5 يتكلمون عن تجربتهم الشخصية، حياتهم قبل المرض، حياتهم خلال المرض، حياتهم بعد المرض، شنو صار معاهم، شنو تجاوزوا هذا الشيء، شنو تجاوزوا المرحلة هذه، شنو السنة الأولى كرمناهم هم بروحهم، السنة الثانية صار عندنا توجه كرمنا منو أكثر شخص وقف معاكم من أهلكم يعني. إيه اللي اختارت زوجها، اللي اختارت أبوها، اللي اختارت أمها، اللي اختارت أخوها، اللي اختارت. السنة الثالثة أضفنا خلانا يختارون منو أكثر صديقة، بما أن يعني مرض السرطان الثدي يعني 99 نساء صح، خلناهم يختارون أكثر صديقة. السنة الرابعة خلانا الأمر مفتوح. السنة الخامسة حاولنا نخلي يختارون الطاقم الطبي منو أكثر واحد، بس في الأغلبية يعني الأغلبية كانوا معالجين برا الكويت، فصعب إنه أي لكن يعني اللي بالكويت اختار الطاقم الطبي اللي كان يعالج يعني في النهاية الحرية لهم يعني أساس إحنا نهتم في جانب مريض السرطان، لازم يعني أسرته أو الناس اللي حواليه لازم شوي نوعا ما في البداية يدعمونه، يحتاج الدعم المعنوي وايد ضروري. بس على فكرة يعني ترى مرضى السرطان أنا أوجه لهم التحية، يعني الله يشافيهم ويشاف الجميع، آمين يا رب. إحنا من خلال تعاملنا معهم يعني إحنا يمكن في بداية الفريق وبداية التعامل قبل سنوات يعني احنا كنا نطالعهم ان احنا نرأف عليهم او احنا راح نعطيهم طاقة ايجابية، والله لقينا العكس، لا احنا لا ناخذ الله منهم الطاقة، هذول ناس يا جماعة يعني
يعني ناس يعني شنو نتكلم عنهم ما توفيهم محاربين، ناس أبطال، محاربين، ناس محاربين، الله سبحانه وتعالى يمكن عطاهم هالمرض والله عطاهم هالقوة هالطاقة. يعني يمكن أنا بأتكلم عن نقطة ضرورية، في ناس وايد أنا متابع من خلال السوشيال ميديا حق إخواننا متعافين السرطان أو أبطال السرطان، في ناس وايد يتكلمون عليهم يقول لك والله أنت ليش تقول أنا تجاوزت المرض. أنا هو يا جماعة لما يقول أنا هو ما ينسى دور الله سبحانه وتعالى طبعًا. في ناس وايد النقطة هذه ضرورية، وايد في ناس كانوا يتكلمون عليهم يقول لك لا أنت ليش ما تقول إن الله اللي نجاك. الله الله سبحانه وتعالى سبحانه طبعًا في كل شيء، يعني مو في شيء هذا. هو لما يقول إن أنا نجيت من المرض هذا وأنا شديت حيلي أو أنا بذل جهد، مو ما قاعد ينسى دور استغفر الله ربي دور الله سبحانه وتعالى، بس هو خلال التعبير يقول لك إن أنا، لأنه هو صاحب المعاناة، هو صاحب الجرح، هو اللي قاعد يحس، مو أنا ولا أنت ولا غيرنا. فأنت لا تي باردن بردة تكسر مجاديفة تقول له والله أنت ليش ما تقول الله، لا لا يقول الله الله سبحانه وتعالى سبحانه طبعا هو الفضل الكامل كامل طبيعي طبيعي. التجربة والألم هو المريض نفسه هو اللي عاشه، فيقول أنا قاتلت الألم، أنا ما سلمت نفسي للألم وقلت خلاص أنا والله. لا العامل النفسي، العامل النفسي وايد مهم. يعني تخيل في ناس الدكاترة قالوا لهم أنتوا خلاص أيامكم معدودة، يعني معدودة في، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم سبحانه لا حكمة أعطاهم. يعني واحدة من الخوات يعني هب الله يذكرها بالخير، يعني الدكتور قال لها أنت تقريبا خلاص، وقال لها لو تشافيتي ما راح يصير عندك عيال ولا شيء. إذا لا إله إلا الله، الزوجة وعندها ولد لا إله إلا الله، عبد الرحمن الله يحفظها، لا إله إلا الله، الحين في الروضة ما شاء الله. فشوف النهاية الأشياء بيد ربك، وربك له حكمة في كل شيء. يبتلى المرء على قدر دينه، هذا ابتلاء المرض السرطان، عسى الله يكافينا ويكافيكم الشر ومن تحبون. لكن إذا ابتليت فيه فاصبر، ربك ما راح يعني يتركك كذي، لا حاشا لله، الله سبحانه وتعالى ما يترك احد. يعني بالعكس هو يختبرك، يشوف صبرك، يشوف مدى قدرتك على التحمل. ومثل ما قلنا يا اخي الانبياء اكثر الناس ابتلاء، ابتلاء صح طبعا، وكل شيء من الله سبحانه وتعالى. يعني تاكد حتى لو احنا نشوفه ظاهره مو زين، لكن تاكد ان باطنه زين. يعني ان الله سبحانه وتعالى يمكن حطنا في هالمكان او في هالظرف، لكن يمكن يبي يحمينا من مكان ثاني. يمكن لو الله مو حاطنا في هالظرف، يمكن نتجه بحياتنا حق اتجاهات اخرى تضيعنا. طبعا طبعا الله لكل شيء من الله سبحانه وتعالى جميل، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. سبحان الله. بعض الحكم الواحد ما يقدرها في لحظتها، لكن لما يتامل ويتفكر شوي بس شوي راح يقول صح. يمكن على نفس المثال المرض هذا لو ما كان جايك، بعيد الشر عنا وعنكم يا رب، يمكن راح تتجه إلى حياة أخرى كنت تتمنى لو انتهت حياتك قبل ما تروح لها. صح صح. فسبحان الله ممكن ربك يبتليك بهذه اللي انت تشوفها يعني كبيرة الكبائر بالأمراض والابتلاءات، لكن أكيد ربك يعني حماك من شيء أكبر بوايد. أحيانا الإنسان يكون يعني يمكن شايف نفسه شوي متكبر أو يعني شايف نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى لما يعطيها الأمور هذه الله يطخ شوي، يعني بقول في اللهجة العامية يعني شوي يهدى شوي. يعني من تواضع لله رفع طبعا. احنا راح نكمل مع بدر الفضلي ابو ناصر، لكن راح نطلع بريك، وبعدها راح نكمل باخر سيجمنت في برنامج وصال للساعة 2 ان شاء الله. في كل قصة عبرة، وفي التطوع يحلو الوصال. اللي قال ابو ناصر قبل شوي ان بالعطاء والتطوع ممكن الانسان يتعلم امور وايد ما راح يتعلمها خلال الحياة كلها، كل تجربة تختلف عن الثاني. ابو ناصر كانت تجربته صراحة مختلفة وايد، اسس فريق تطوعي، فريق الخطوة الاولى، يعني للتوعية من الامراض وتحديدا السرطان، عسى الله يكافينا ويكافيكم. لأنه فقد أبوه الله يرحمه برحمته، ومن ثم فقد أخته الله يرحمها برحمته، ومن ثم فقد زوجته الله يرحمهم برحمته جميعا يا رب. 3 أشخاص فقدهم بسبب مرض واحد. فمن بعد هذا الفقدان تأسس ذاك الفريق الخطوة الأولى، بناء عليه هو
سوى هذا الفريق عشان يكافح ويوعي الناس من الأمراض. فبو ناصر أنا بيقولها لك إن شاء الله يعني يا رب يا رب يا رب عسى الله يعزرك على هالشيء. اللهم إن شاء الله. ممكن أنت أنقذت إنسان بهذه التوعية. والله هو مو أنا يعني هو العمل جماعي ترى يعني عشان يعني إنصاف الحق يعني معي مجموعة أنا معي فريق كامل يعني. فالعمل الخطوة الأولى كانت منك. الخطوة الأولى يعني إحنا مجموعة كنا مجموعة يعني ترى على فكرة يعني أنا عندي بعض زملائي نفس الشيء يعني هم فيهم فقدة وفيهم يعني. فكانت الفكرة أن إحنا بما أن إحنا كنا أصحاب يعني على قولتهم أصحاب تجربة أو صحاب ما بقول معانا يعني صار عندنا فكرة أن إحنا يعني نتجه حق العمل هذا أو نأسس الفريق هذا. والحمد لله يعني الفريق تقريبا من 2014 إلى اليوم يعني الحمد لله ربي يعني الحمد لله عسى الله يبارك بعملكم يا رب. وبالعكس هذه يعني مبادرة جميلة وندعو اللي قاعد يسمعنا الحين على مارينا فما وقاعد يشوفنا على مارينا تي في أنه يا جماعة كل إنسان يقدر يبادر ويسوي مثل هذا شيء ويغير شكل من أشكال المجتمع للأفضل. اليوم التوعية هذه مطلوبة. احنا كلنا نسمع في مرض السرطان مرض السرطان عسى الله يكافينا ويكافيكم الشر. لكن راح تعرف عدل لما يكون بإنسان قريب لك. يعني إن شاء الله ما تجربون هذا الشيء بس لما تحارب مع إنسان يعني يمه وهو قاعد يقاتل السرطان وانت تكون وياه راح تعرف جزء لا يعني ما يتعدى يمكن 5 أو 10% من ألم السرطان. بعض الناس يقعدون سنين والله مو سنة يعني يختلف من شخص لآخر يعني يختلف بعد يعني مكان المرض يختلف متى بلش علاج الاكتشاف يعني عشان كذي احنا نقول يا جماعة اتجهوا حق الفحص اتجهوا حق الفحص يعني في بعض السرطانات الله يحفظ الجميع كسرطان الثدي لا فحص سرطان القولون لا فحص سرطان البروستاتا حق الرجال لا فحص يعني هذه 3 أنواع في لها فحص. احنا قاعد نقول يا جماعة اتجهوا حق الفحص والفحص اليوم متوفر يعني في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص صح يعني. حتى القطاع الخاص يعني ما عاد الأسعار يعني نفس قبل يعني في أسعار ما تكلف 70-80 دينار يعني بعض الأمراض يعني لها الفحص كسرطان أتكلم كسرطان يعني شوف ثلاث البروستاتا للرجال والثدي والسرطان القولون لهم فحص يعني صح. يعني ما يعني الواحد لو يروح يسوي فحص سواء في الحكومه مجانا او في القطاع الخاص يعني لو بتقط لك 200-300 دينار في السنه على صحتك ترى مو خساره يعني لا سمح الله تطمن على نفسك احد يصير فيه مرض ولا شيء بيقط اضعاف المبلغ هذا يعني انا كحسبه ماديه غير الحسبه المعنويه غير الخسائر النفسيه غير شنو راح يكون هو او اسرته ولا شيء. فنقول يا جماعه اتجهوا حق الفحص اتجهوا حق الفحص. ثاني شيء يا ريت يعني شوي يصير عندنا وعي الرياضة الأكل الصحي يعني بعد يعني اليوم المعدة هي بيت الدواء والدواء يعني فنقول يعني شوي نهتم يعني. أبو ناصر أنا عندي سؤال أسئلة كل ضيف من السنة اللي طافت يعني يكون في ختام الأسئلة أقول له شنو رسالة بس اليوم السؤال يناسبك حيل أقول له شنو رسالتك حق الشخص اللي ناطر الخطوة الأولى. هذا ترى كل يوم أنا أسأله من السنة طافت كل ضيف يجيني أقول له شنو رسالتك حق الشخص اللي ناطر الخطوة الأولى. لكن أنت اليوم أسألك إياها مو عشان اسم فريقكم بس أقول لك شنو رسالتك حق الشخص اللي ناطر الخطوة الأولى عشان يتطوع. أنا أقول له لا تنطر الخطوة الأولى أنت روح حق الخطوة الأولى. أنت بحياتك الخطوة الأولى هي ترى بحياتنا كلها يعني أهم خطوة في 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 حياتك هي الخطوة الأولى. يعني انت اليوم في الدراسه الخطوه الاولى افترضنا خلصت الثانويه العامه وين راح تتجه؟ انت راح يكون عندك عده خيارات صح ولا مو صح؟ فانت اختار الخطوه الاولى صح. اذا اخترت الخطوه الاولى صح راح تمشي صح. هذا على مستوى الدراسه على مستوى مثلا حتى الحين بما ان احنا رمضان وحلويات واكل سكريات يعني سكريات في ناس وايد يقول لك ترى رمضان فرصه انك تسوي ريجيم يعني تهتم بحياتك مو فرصة تدبها يعني بس لازم ترى طقوس رمضان لازم يعني الغبقات والطلعات هاي لازم ما يمنع بس عاد مو ننام في نوم يعني. فاحنا قاعد نقول يعني رمضان فرصة خطوة أولى أنك أنت تبدأ بحياة صحية بأكل صحي يعني تخفف الخطوة الأولى وايد مهمة في حياتنا يعني اللي ناطر الخطوة الأولى أنا أقول له روح لها لا تنطرها لا تنطرها تيلك اختصر الوقت روح حق الخطوة الأولى في حياتك كلها بشكل عام يعني سواء عمل تطوعي عمل إنساني عمل خيري سواء يعني أنت تبي تغير من حياتك بشكل عام يعني إحنا بعض المرات في عندنا مثلا
ما بتكلم عن التطوع، يمكن بالمرات في ناس عندهم سلوكيات يعني مو زينة. اليوم كل واحد عارف شنو نفسه وعارف صح. كلنا عندنا عيوب، ما في إنسان ما في عيوب، ما في إنسان كامل. يمكن عندك سلوكيات لكن مو قادر تغيرها، لا لا روح حق الخطوة الأولى وغيرها. أنت بادر حق نفسك، يعني ترى أنت يعني أنت مفتاح نفسك. تبقى العوامل الثانية عوامل مساعدة، يعني مو إذا ما بادرت أنت ما راح تسوي شيء. واللي يجرب لذة الخطوة الأولى راح يستمر إن شاء الله. راح يستمر إن شاء الله. عساك على القوة يا أبو ناصر. قويك يا حبيبي. آخر شغلة، حسابكم أو رقمكم عشان اللي يبي يتواصل وياكم ويتعرف على فعالياتكم، وود أصلا يشارك وياكم يعني في هذا العطاء اللي أنت وقاعد تعطونه. والله شوف أنا راح يعني راح أقول رقم خط الفريق، يعني خط الساخن أو خط الفريق، يعني 964-3003. راح أعيده ثاني مرة، 964-3003. ممتاز. هذا فريق، هذا للتواصل على الواتساب. اي نعم، هذا فريق الخطوة الأولى لي يعني التوعية من الأمراض. عسى الله يكافينا ويكافيكم الشر يا رب. واللي يبي يشارك وياهم أو حتى الجهات اللي قاعد تسمع الحين وتقول أنا مستعدة أدعم بمكان، مستعدة أدعم بمحاضرين أو 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 حتى أفكار، يعني حتى اللي عنده فكرة أو شيء، إحنا ما عندنا مشكلة. إحنا يعني ترى عندنا وايد أمور، يعني ماراثونات رياضية، مسابقات رياضية، برامج توعوية، محاضرات، ورش صحية، أمور كثيرة، يعني سواء عن الضغط، عن السكر، عن القلب، عن العظام، عن الأمراض بشكل عام، يعني والبرامج الرياضية نفس الشيء، يعني بشكل عام يعني عندنا الحمد لله رب، يعني عندنا الخبرة الكافية أن احنا ننظم الأمور هذه يعني. اللهم لك الحمد. عساك القوة يا أبو ناصر. شرفنا طبعا بدر الفضلي رئيس فريق الخطوة الأولى يعني توعية الأمراض، لتوعية من الأمراض. أبرك قولي في شيء تبي تضيفه. أنا بس نقطة أخيرة، يعني أول شيء شكر لكم يعني على الاستضافة، وشكر لكم على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يعني استفدنا وفدنا إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. بس أنا أوجه كلمة شكر صراحة لأعضاء فريقي، يستاهلون، من أصغر واحد فيهم إلى أكبر واحد، كلهم صغار إن شاء الله. يستاهلون. لا شي قاعد تكبر نفسك أبو ناصر. لا لا، فأنا صراحة يعني أوجه لهم كلمة شكر، لأن إحنا على مدى سنوات يعني الشباب والبنات عندنا قاعد يشتغلون، قاعد يتعبون، قاعد يبذلون جهد، يعني قاعد يقطون من حرمالهم، قاعد يقطون من وقتهم، قاعد يبذلون جهد كبير للأمانة. يعني يعني لو أتكلم لي بعد الفطور ما راحوا فيهم حقهم. أرفع لهم يعني القبعة والتحية والاحترام لهم، أعضاء فريق الجميل كلهم. عسى الله يبارك يعني بعملكم يا رب. كل من جاي يسمعنا الحين من الفريق تحديدا، يعني قواكم الله اللي قاعد تسوونه مو شوية، ولكم الأجر. يعني ومن أنقذ حياة أو ومن أنقذ نفس فكأنما أنقذ الناس جميعا. يعني يعني بس استشعروا هذا الشيء، وكل إنسان الحين قاعد يسمعنا لا تستصغر هذه الأشياء وتقول إيش دعوة هالفريق الحين هذا هو اللي لا لا لا، الفريق هذا قادر إنه يغير ويغير ويغير، ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. ما تدري، فالواحد يعقلها ويتوكل ويبدأ بالخطوة الأولى ويروح يبادر ويتطوع، ومن بعدها تعال قول لي إذا استمتعت ولا لا. وما أعتقد إنك راح تيجي وتقول والله ما استمتعت، لأن لذة العطاء لا تقدر بثمن. عساك على القوة أبو ناصر. حبيبي قويك. طبعا وصال راح يكون ياكم إن شاء الله طول شهر رمضان، كل يوم ما عدا يوم الجمعة من الوحدة للثنتين، من تقديمي أنا عمر القصاص، ومن الإعداد إسراء السلامين. أما الحين شكل العطاء أو أشكال العطاء متنوعة وما توقف على شكل واحد، والتنوع أصلا مطلوب وجميل. أنت تعطي برياضة، أنت تعطي بنصائح، أنت تعطي بوجبة غذائية لمحتاج، أنت تعطي بأي شكل من الأشكال، أو حتى بالنشر بالسوشيال ميديا، كل عطاء الحمد لله. بس تدرون شنو اللي يخرب هذا العطاء؟ المشككين اللي يجون يشككون بالعطاء ويقول لك تعال 20 و30 و40 و50 سنة الناس قاعد تعطي، وين راحت الفلوس؟ يقول لك السنة اللي طافت يجمعوا هالمبلغ 10 ملايين أو شيء، السنة مو اللي طافت اللي قبلها حتى بكورونا يجمعوا 10 ملايين، وين راحت؟ أنت ليش قاعد تشكك بالعطاء؟ إذا أنت كنت جزء من هذا العطاء وعطيت ولو دينار فأجرك على ربك، يحق لك تسأل وين راح المبلغ، يحق لك. أنا ما أقول لك ما يحق لك، بس لا تشكك. إذا كان عندك فعلا سؤال حقيقي تروح إلى الجمعية والجهة اللي أنت تطوعت أو تبرعت فيها وتسأل،
واليوم أغلب المشاريع اللي قاعد تسويها الجمعيات والفرق التطوعية ترى مراقبة، إن كانت من الشؤون أو هيئة شباب قطاع التطوع. يعني نطلع من إطار التشكيك، لأنه يدمر شوي نية العطاء، يدمر ويخرب، وبالعكس يحرمك ويحرم غيرك يمكن من الأجر. فيعني قول الحمد لله على النعم اللي الله أعطاك إياها، واللي لا تقدر بثمن، وما ندري أصلاً يعني إيش كثر النعم اللي الله أعطانا إياها، فمن حجمها من كثر ما هي مغطية عيوننا أحيانا الواحد ممكن يشكك بالعطاء، لكن هذا الشيء أبدا مو صحي ولا يجوز لا شرعا ولا أخلاقيا. أنت تبرع وتطوع وخل أجرك على ربك، وأنا بيقول لكم وللحديث بقية. شوفكم على خير باكر، مع السلامة.